يعني لما بنحكي شاني هايبرتنشن، هايبرتنشن انه blood flow in the blood vessels will be increased as a result من السبب اللي حكيته انت، اللي هو ايش؟ انه صار في عندي انا imbalance، صاير انه ال blood vessels is being constricted، فبالتالي ال blood flow has been increased and in the same time في صار في عندي مشكلة ب الكارديك بامب، اوكي؟ ال bumping of the blood outside of the heart has been command changed نتيجة many factors، اوكي؟ بس الهايبرتنشن ما راح يصير لحاله، لكن هو نتيجة أمراض مختلفين، اوكي؟ فبيعتبروا من ناحية هيموديناميك البلد هو عبارة عن function of the amount of blood pumped by the heart and the ease with which the blood will flow through the peripheral vasculature. بالتالي في عندي two player: how the heart will pump the blood كميته and in the same time how this blood will go through the peripheral vasculature. في عندي مقاومة ولا the blood can flow easily within these blood vessels. فالديزيز عبارة عن a component of central and peripheral nervous system له علاقة، اوكي، اللي مسؤول عن regulation of blood pressure and كمان في عندي دور للهرمون system كمان كان affecting the blood pressure. كمان في عندي disease بالكدني كان affect the blood pressure. البريفيرال فاسكولار نتورك كمان اذا فيها مشاكل كمان it can affect the blood volume and can lead to hypertension sorry. فبالتالي مش الهايبرتنشن مش فعل بس heart and periphery، ولكن انا في عندي تاثير للنيرفس سيستم، في عندي الهرمون سيستم، اوكي، كلها مشاكل الكدني كلها it can lead to the hypertension problem for my patient. طيب we have different definitions for hypertension and some references they say no hypertension I can classify it for to mild, moderate and severe depending on diastolic pressure. Depending on what diastolic pressure I mean إذا كان mild بين 90 ل 104 and moderate بين 105 ل 114 and the severe it will be above 115. Okay. And they are claiming in no 15% in the population of US they have hypertension. يعني حوالي كم مليون؟ حوالي 40 مليون. احنا كم مليون اللي عندهم hypertension بالأردن؟ العشرة مليون كله كليتنا. Anyway, we have a high hypertension disease and symptoms تظهر for our population as well نتيجة الستريس والمشاكل and etc. لكن إذا سمعتوني أنا لما حكيت الـ hypertension عرفتوا على أساس إنه we were concerned with diastolic pressure. إحنا بنعرف إنه الـ hypertension it is a function of systolic and لما أنا أحسبه it's a function of systolic مع diastolic. Okay, and إذا السيستوليك تعدى 140 والدايستوليك تعدى 90 I start to take care انتبه لمريضي and I can يمكن I have to start to take medication. بس مين المهم فيهم؟ الدايستوليك ولا السيستوليك blood pressure؟ الدايستوليك اللي هو بالراحة، سيستوليك بالانقباضي، وديستوليك اللي هو لما يكون ريست القلب في حالة ريست والضغط الضغط القلب عند الريست عند الراحة. فهذا إذا كان عالي يعني مشكلة. anyway بس زمان بالتعريفات لما كنا ندرس إحنا كان على دورنا بيحكونا سيستوليك أهم من الديستوليك. بعدين زي ما شفنا الديفينيشن بيفور بس بأول سلايد حكونا لا الديستوليك هو المهم. اوكي دايستوليك هو المهم هو الاخطر اوف كورس. هو الدايستوليك لا سمح الله اذا ارتفع في سم تايمز اذا الدايستوليك بيرتفع كثير والسيستوليك ما بيرتفع فلما اعطي ماي بيشنت ذا دراج شو بصير؟ بده ينزل السيستوليك مع الدايستوليك مشان انا نزل الدايستوليك كثير حيضطر انه السيستوليك كمان ينزل كثير فيصير في عندي خلل ومشاكل.
فبسبب لي كمان مور بروبلم. ده صار كمان مهم. ليتر اون كمان الساينتست كل مره بيطلعوا بايديا بيحكوا لا this time both of them I have to take care if they have been elevated. Okay. لكن السيفيريتي او symptoms السيئه مور and more حتظهر مع الدايستوليك. لكن يعني ترند زمان اذا كانوا شايفين الضغط العالي تبعنا 110 على 90 كانوا بيخافوا من 90 ما بيخافوش من 110. فبس السيستوليك لو وصل 170 لا بدي اكون انا خايف على البيشنت تبعي regarding this elevation. Okay. فان جنرال both of them they are important and حكينا they are component of many diseases as well. I can classify the hypertension like essential and secondary. حكينا essential مش معروف ليه فجأة بلش يظهر عندي blood pressure. ممكن بيكون المريض ما عندوش ارتفاع بالسكر ولا بالدهنيات ولا عنده أمراض مختلفين ولا مشاكل بالكدني ولا هرمون ولا stress and etc. It is unknown. It could be unknown source for this disease. The secondary, نتيجة حدوث أمراض أخرى for my patient, فظهر عنا a disease. Of course, I have many environmental factors بتزيد the problem for my patient and احتمالية إني إذا أنا عدلتها إنه مشكلة the hypertension تقل عند هدول the patient. Among them, إنه ذكرنا the obesity, في حديث الآن شفنا the obesity مسؤولة على ارتفاع السكر, ارتفاع الدهنيات. The smoking كمان, it could be a factor. زيادة the sodium intake, it will increase the load على الكدني وبالتالي حتزيد the load on the heart لأنه the volume of the fluid بده يزداد. And the stress, في عندي عوامل هرمونات okay, can affect the process as a whole بسبب the water retention and غيرها, فبالتالي it can increase the hypertension for my patient. Okay, كل عوامل كان cause أو تساعد لحدوث الهايبرتنشن. طيب why do we need... إذا كان my patient symptomatic في treatment لازم تكون إجبارية. ليه؟ لأنه إذا ارتفع blood pressure بالتالي blood flow بده يكون سريع جدا, ساعتها حيصير في عندي damage للvascular epithelium بالتالي حيسهل عملية الدمج. إذا صار دمج حيصير في عندي تراكم للبليتلس وغيرها, فبصير في عندي أنا atherosclerosis, أو بصير في عندي دمج للنفرون nephropathy and this can increase the intraglomerular pressure. صار في عندي مشاكل بالفاسكر أو بالنفرونز حيزيد الهارت لود اللود على الهارت وبالتالي كان بسبب لي احتمال fail بالهارت function, بصير في عنا congestive heart failure. okay, هذا كان symptomatic disease. إذا كان disease is asymptomatic, والله أنا رحت فحصت blood pressure اكتشفت انه في عندي هايبرتنشن, واحتياطا الدكتور حكى لي انه لمده اسبوع ضلك عملي مونيتورينج فور يور بلاد بريشر اند اي فاوند انه لمده اسبوع از اليفيتد بس انا من سيمبتومز. حتى ولو اي هاف كمان تو تيك كير اي هاف تو تيك ميديكيشن حتى لو ما كانش عم تظهر عندي سيمبتومز فور ذا هايبرتنشن. اوكي, ف التريتمنت از فور ماي بيشنت. طيب أدويتنا اللي هم حيشتغل إحنا عليهم حنسمعهم the anti-hypertensive drug the chemical based وين هم شغالين على السايت okay أو على mechanism of action okay على السايت أو mechanism of action and based on their pharmacological treatment okay I have either على السايت تبعهم وين بتهم يشتغلوا diuretic they will work على الكدني system okay. For these will reduce the blood volume. غلطتهم واحد يقللوا لي blood volume. Second اللي هم الأدوية حل على renin angiotensin aldosterone system أو الراس system. renin angiotensin aldosterone system. Okay, هم من الACE والARBs. الACE والARBs اللي هم الangiotensin converting enzyme inhibitor وangiotensin converting enzyme antagonistic drug اللي بيشتغل على receptor itself. This is another system. The third system اللي حيشتغلوا وين؟ اللي حيقلل الفاسكولار ريزيستنس وحيأثروا على الكاردياك اوتبوت اور بوث على الكاردياك اوتبوت اللي هم ميل الادرينرجيك اند بيتا بلوكر بالضبط الالفا اند بيتا دراجز. اوكي طيب هاو كان اي ريديوس الريزيستنس بالبريفري باي ريلاكسينج الفاسكولار سموث ماسل زي الفازودايليتر
and the calcium channel blocker as well by indirectly modifying adrenergic system for my patient. بناء على هالحكي I can classify my drug لإيش؟ تصنيف اللي عنه diuretic, angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin blocker أو الأبس اللي هم antagonist, beta adrenergic blocker, centrally acting اللي هم alpha أو beta, alpha and beta adrenergic blocker, alpha adrenergic blocker على periphery, calcium channel blocker, potassium channel activator and vasodilator. واضح يا جماعة؟ All of these, they could be my target to reduce the blood pressure. And of course, من point 4 على point 7, احنا اخذناهم بالادرينرجيك سيستم, فما راح اكررهم هون. ف here we will talk about the RAS system, اللي هم ACE والOPS. حنحكي على الكالسيوم شانل بلوكر, على البوتاسيوم, الفازودايلتر, لما نحكي على الهارت دراجز.